نظم مركز عقبة بالنافع لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تاوى وادي عتبة حفل تخريج دفعة جديدة من حملة كتاب الله. تخللت الاحتفالية كلمة ترحيبية ألقاها الشيخ حسن كرمي الذي حث الطلبة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم داعما إياهم بفضل ومنزلة حامل كتاب الله تعالى. أول بداية كانت في مركز تحفيظ ربات البيوت، فدرست درست على عدة مدرسات جزاهن الله كل الشكر، فأكملت من الناس إلى صورة الواقعة، ومن الواقعة انتقلت إلى الزاوية العيساوية، وأكملت من الواقعة إلى الصفات. فبعدها في النهاية انتقلت إلى مسجد عقبة بالنفع على يد الشيخ رجب إبراهيم، فاستكملت لديه القرآن كاملا من سورة الصفات إلى البقرة. هذه المبادرات الاحتفالية تأتي في إطار الاهتمام البالغ لحفظة كتاب الله وإعمار مساجد الله التي تشهدها المنطقة منذ القدم، حيث يبلغ عدد الحافظين للقرآن الكريم بمنطقة وادي عتبة ما يقارب 3000 من مختلف الأعمار، ويبلغ عدد مراكز التحفيظ فيها 22 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم. يذكر أنه في الختام تم تكريم المشايخ من قبل الطلاب كلفتة منهم لمكانة من علمهم خير الكلام. أحمد العقيلي لقناة ليبيا الحدث.